مرحبا بكم. وثقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إجمالي حالات القتل والإصابة جراء الحرب والتي بلغت خلال الفترة من يناير كانون الثاني 2015 وحتى يناير كانون الثاني 2017 نحو 40 ألف حالة جراء الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي وصالح. وتناول التقرير حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري خلال فترة التقرير والتي بلغت نحو 17 ألف حالة. وبينما تعيش البلاد حالة من الفوضى، تشير تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى أن الوضع الإنساني بات كارثيا. لمناقشة هذه المعاناة اليومية التي يمر بها الشعب اليمني ودور الحكومة في مواجهتها، إلى ننتقل بكم إلى مدينة مأرب والزميل محمد القاضي الذي يحاور نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني الأستاذ عبد العزيز جباري. محمد تفضل. أشكرك محمد ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار الذي نجريه مع الأستاذ عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات في ظل ظروف معقدة تمر بها اليمن وأزمات مركبة بعد عامين من انقلاب الحوثي صالح على المسار السياسي وما تبع هذا الانقلاب من حروب متشعبة ما زالت مشتعلة حتى يومنا هذا. مرحبا بك أستاذ. أستاذ عبد العزيز، إذا ما بدأنا، أنتم كحكومة أين أنتم من هذا الوضع؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة كما ترى كما تعرف ويعرف المشاهد أن الميليشيات الإنقلابية ومن تعاون معهم قاموا بدور يعني تخريبي كبير في كل مؤسسات الدولة. وعندما تشكلت الحكومة كانت هناك صعوبات جمة، أصبحت الحكومة مضاربة، الرئيس مضارب قبل سنتين، الآن الوضع اختلف كليا. كان الحكومة في الموجودة على أرض في مارب وفي عدن كانت الانتقادات توجه أنكم في الرياض، الآن أنتم في الدافع في اليمن على الأراضي اليمنية. نعم. أين أنتم من تطبيع الحياة؟ الحكومة تحاول جاهدة أن تطبع الحياة في المناطق التي يعني طرد منها الحوثي، ميليشيات الحوثي، في عدن وفي المكلا وفي مارب وفي الجوف وفي كثير من المحافظات. هناك صعوبات اقتصادية جمة، وهناك دمار ارتكبتها هذه الجماعة في كل مؤسسات الدولة في هذه المحافظات. نعم. الحكومة تسعى جاهدة وتعمل في هناك قصور، لا ندعي الكمال، لكننا نعمل في هذه المناطق. ما هي المجالات الملحة التي تعملون بها حتى الآن؟ الوضع، الخدمات في كل مكان، الخدمات دمرت، المكاتب ودمرت، الخدمات، الكهرباء، الطرقات، المياه، في المجال الصحي، في مجال التعليم. أنتم راضين الآن عن خدمات الكهرباء مثلا في مدينة عدن؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد هناك صعوبات اقتصادية، وهناك صعوبات في مجال إعادة تطبيع الحياة في محافظة عدن وفي كثير من المحافظات. لكن الحكومة تسعى كل ما يعني، وهذا واجبها الطبيعي. في هناك بعض القصور ما لا شك فيه، يعني كان ممكن أن نكون أفضل في هذه المرحلة، وخاصة ونحن بعد حرب وبعد دمار كان المفروض أن الحكومة تشتغل وتيرة يعني أعلى. لكن أيضا في هناك يعني جهد، ولكن قد ربما نتيجة المشاكل الكبيرة. ما الذي يمنعكم من أن تشتغلون بوتيرة أعلى؟ في هناك صعوبات، وفي هناك يعني قد ربما خلل في الحكومة، في هناك صعوبات مفروضة علينا. طيب، الصعوبات هذه واردة، لا يمكن أن تكون طريقكم يعني مفروشة بالورود. أنتم في ظل حرب ووردتم تركة كبيرة. طبعا الحرب خلفت آثار مدمرة على الشعب اليمني، وحتى يعني كثير من الوزارة الآن يعني لا تعمل. معروف الوزارة في العاصمة صنعاء، كل ما كان في بعض المحافظات عبارة عن فروع. الميليشيات سيطرت على هذه الوزارات، ويعني الكلام عندما يتحدث أي شخص وينتقد، ومن حقه أن ينتقد، والحكومة لابد أن تقبل هذا النقد، لكن العمل عندما يكون هناك عمل، العمل صعب جدا، يختلف عن الكلام. طيب، اليمنيون يتعطشون لرؤية النموذج،
مدينة حتى شارع، يعني يحتاجون حتى شارع، يشاهدون شارع كأنموذج تديره الحياة، متوفر فيه الخدمات، الأمن، الاستقرار، الحياة عادت إليه بشكل طبيعي. نموذج، في نماذج يعني نحن لسنا راضين عنها، لكن أيضا نماذج جيدة. الحياة في المكلا، يعني في محافظة حضرموت في المكلا، وفي أنا قادم من المكلا، وفي 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 مارب، وفي الجوف، وفي عدن إلى حد ما، يعني في هناك يعني ما قامت به هذه الميليشيات ومن تعاون معها مدمر، مش ما بالله يعني للمؤسسات الدولة أيضا، ومدمر للنفس والحياة أصبحت يعني ما بعد الحرب تختلف كليا عن قبل الحرب. ارتكبت هذه العصابة مجازر في حق أبناء الشعب اليمني. الناس الذي كانوا في فترة معينة في محافظة عدن على سبيل المثال، الذي يعني معروفين يعني أن مدينة مدنية وبعيد كل البعد عن العنف، نتيجة دخول هذه الميليشيات تحولوا الناس دافعوا عن أنفسهم وبدأت الصراعات والقتال. هذه الآثار لا زالت يعني موجودة حتى الآن، الآثار النفسية والآثار الاجتماعية والوضع ومراكز قوى يعني نتيجة الحروب، هذا شيء طبيعي في أي حرب في الدنيا يعني تحصل. لكن ما هو الأهم؟ الأهم أن الحكومة تقوم بواجبها في تطبيع الحياة في هذه المحافظات. نحن نتحدث الآن عن، ربما أنتم كحكومة تحدثتم عن أكثر من 80% من مساحة اليمنية تحت سيطرتكم كحكومة شرعية. نعم. طيب هذه المساحة، مصادر الطاقة الموجودة، النفط، كلها مدن إيرادية مطلة على البحر، المطارات، الكل، هذه المنافذ كلها تحت سيطرتكم. هذه الإيرادات التي تحصلون عليها يعني ألا تجيد الحكومة إدارة مثل هذه الإيرادات، ومن ثم تنعكس عائدات هذه الإيرادات إيجابا على المواطن؟ هناك إيرادات لكن إيرادات ضعيفة، لا ليس مثل ما يطرح. يعني إرادة البلد أغلبها من النفط، والنفط حتى يعني ليست بالكميات الكبيرة، يعني لسنا كدولة نفطية مثلنا مثل دول الخليج، يعني في كميات قليلة يعني يستهلك في يعني النفط في الداخل كميات يعني لا بأس بها، والبقية الباقية يسطر، يعني سطرنا في خلال هذه الفترة بمبالغ بسيطة جدا. لكن في المقابل هناك التزامات على الحكومة وبحاجة لإرادة هائلة. حتى المواطن، هي تباع هذه الوقود، هو يباع للمواطن سواء كان على شكل خدمة كهرباء أو غاز منزلي أو مشتقات نفطية، يباع لكن يعني في الداخل، يعني لا نستطيع أن نسوقها في الخارج لأنها كمية بسيطة جدا، يعني الذي بعنا بحوالي تقريبا 100 مليون دولار خلال هذه الفترة. 100 مليون دولار يعني أمام طلبات المجتمع مبلغ بسيط جدا. هناك فيه صعوبات في التصدير وفي في الإيرادات، لازلنا إلى الآن نعاني من يعني من الخراب ومن الدمار الذي حصل. يعني طيب تلاحظ مثلا في محافظة حضرموت، حضرموت الوادي بالذات، أزمة مشتقات نفطية، طوابير أمام المحطات، وهي محافظة نفطية. محافظة نفطية هي تصدر النفط الخام، وكما تعرف يعني المصفى في عدن، يعني في هناك إشكاليات. أنا أقول يعني في صعوبات، وفي أيضا الحكومة يعني يجب عليها أن تعمل بشكل أفضل من يعني أنت تعترف بأن هناك قصور؟ بالتأكيد هناك قصور من الجانب الحكومي بالتأكيد. طيب لا توجد حتى الآن مشاريع كبيرة، مشاريع مركزية مثلا إعادة الإعمار؟ حتى الآن عجلة إعادة الإعمار لم تبدأ فيما دمرته الحرب، سواء في عدن أو في مأرب ما زالت آثار الحرب. إعادة الإعمار بحاجة إلى مبالغ هائلة، بحاجة إلى تدخل من دول الجوار ومن العالم من أجل إعادة الإعمار. إذا لا تستطيع يعني دفع مرتبات الموظفين سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو في المناطق التي لا زالت تملأ هذه الميليشيات يعني تسيطر عليها، فكيف يعني ستعيد الإعمار؟ ما السبب أنه لا تستطيع الحكومة دفع المرتبات؟ رئيس الحكومة أعلن كذا مرة بأنه جاهز. كما يعرف الجميع، وهذا الكلام رددناه مرارا وتكرارا، كانت هناك مبالغ كبيرة جدا من العملات الصعبة نهبت هذه الميليشيات الحوثي، وكانت هناك مبالغ أيضا هائلة من العملات المحلية أيضا يعني صادرت هذه الميليشيات، لم تبقى يعني يبقى في خزينة البنك المركزي يعني دولار واحد، وأصبحت اليمن مفلسة في هذه الحالة.
الآن هناك يعني طبعت مبالغ يعني حوالي 400 مليار ريال يمني هي يعني بالعملة المحلية. نحاول الآن أن نغطي نفقات أو مرتبات الموظفين في الجانب المدني والعسكري في كل المحافظات. هذه المبالغ لا يوجد هناك عملة صعبة من أجل يعني عندما تنزل هذه العملة المحلية تغطيها ويظل سعر الريال يعني مستقر. الصعوبة كبيرة جدا يعني العائق من صرف هذه المبالغ هو الخوف من التضخم، هذه أحد العوامل. طيب يعني قد يقول المواطن البسيط، نعم هو مقر المواطن البسيط بأن الحوثيين نهبوا الدولة، نهبوا مؤسسة الدولة، لكن هو المواطن متعطش لدور الحكومة الشرعية التي يناضل من أجلها والتي يتحمل العذابات من فترة من أجلها. الحكومة مثل ما طرحت لك تقوم بجهد، لكن هذا الجهد يظل ناقص. لكن هناك يعني مثلا في الجانب الاقتصادي في صعوبات اقتصادية كبيرة جدا، موارد الدولة غير 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 موجودة، لا الحكومة إرادتها ضئيلة جدا مقابل ما هو مطلوب منها. الآن في صرف المرتبات يعني تجد أنه في هناك صعوبة في إيصال المرتبات إلى كل المحافظات. أنتم أوصلتم مرتبات التربويين إلى أمانة العاصمة، لماذا توقفتم؟ في هناك أقول لك في هناك صعوبات وفي هناك أيضا ضعف في الأداء بكل صراحة. يجب على الحكومة أن توصل هذه المرتبات، لأنه معاناة الناس في المحافظات وخاصة المحافظات التي لا زالت مسيطرة عليها هذه الميليشيات، وضعهم الاقتصادي وضع صعب جدا، وكثير من المواطنين يعتمدوا على مرتباتهم. الحكومة معنية بوصول هذه المرتبات، ولا عذر للحكومة، وأنا واحد عضو من الحكومة، لا عذر للحكومة الشرعية من وصول هذه المرتبات في القريب العاجل. طيب أين دوركم كذلك في بالنسبة لملف النازحين؟ نازحين الآن أعلنت اليونيسف عن أكثر من 2 مليون نازح. ملفات هذه الحرب يعني آثارها مدمرة، فيه عدد هائل من النازحين في كل بلاد الدنيا من اليمنيين النازحين، في هناك عدد هائل من الجرحى، في هناك عدد هائل من 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 الأسر الذي فقدت يعني من يعولها. الوضع وضع كارثي ووضع مدمر، يعني الحرب هذه خلفت يعني خلفت آثار قد ربما يعني في المستقبل القريب نجد أن هذه الآثار لا زالت لعشرات السنين. الحكومة لا زالت إلى الآن تقوم بجهد، لكن يعني ليس الجهد المطلوب. معروف أنه أي تحرك للحكومة لابد من إمكانيات، لابد من مال، هذا المال ضعيف وهذا المال شحيح. طيب كذلك الأرقام المفزعة التي تقرعها المؤسسات الدولية، المؤسسات الإنسانية تتحدث عن أكثر من 17 مليون مهددون بالمجاعة بالفقر، اليمن على وشك المجاعة، على وشك أن تجتاح كل المدن اليمنية. بدون شك أخي الكريم، الحرب يعني نتائج الحرب ماذا؟ نتائج الحرب القتل والدمار والمجاعة والتشرد طيب كل هذه. لكن أنتم كمسؤولين يعني لا 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 خيار أمامنا إلا يعني أن تقف الحرب. الحل لكل هذه المشاكل، الحل أو وقف على الأقل وقف هذا الدمار، وقف هذا يعني النزوح، وقف هذا يعني الجوع، إلا بوقف الحرب. ولا يمكن أن تقف الحرب. وقف الحرب كيف؟ ولا يمكن حزم عسكري. ولا يمكن أن تقف الحرب إلا إذا يعني تكون هناك قواعد صحيحة لوقف هذا الحرب. لا يمكن أن تقف الحرب إلا بعودة مؤسسات الدولة، إلا بإنهاء الإنقلاب، إلا بالالتزامات بالقرارات الدولية والكرة في مرمى الإنقلابيين. إذا أرادوا لهذه الحرب أن تقف فما عليهم، يعني إحنا من جانبنا لا نريد أن نلغي الآخر، ولا نريد أن نلغيهم، لا حقهم في الحياة السياسية ولا حقهم في العيش الكريم. نريد أن نعيش كمواطنين متساويين، وبالتالي لا يعني إذا كانوا حريصين على أمن واستقرار اليمن يجب عليهم أن يجنحوا للسلم من خلال يعني الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرارات الصلة والالتزام بالمرجعيات التي احنا اتفقنا نحن وإياهم عليها في مخرجات الحوار الوطني. طيب هذه خطة ولد الشيخ وجولاته المكوكية هذه التي يجريها، هل رشح شيء منها الآن؟ والله يا أخي الكريم أنا لست متفائل، لأن الطرف الآخر لا يؤمن بالسلام، الحوثي لا يؤمن بالسلام. طيب هل جيش هذا شيء واضح. هل جيشكم الآن مستعد لحسم المعركة عسكريا؟ إذا لم يجنحوا للسلام ما فيش أمام اليمنيين من خيار، لأن يدافعوا عن بلدهم ويدافعوا عن مؤسساتهم
والحرب ليس من أجل الحرب، يعني اليمنيين الذي يدافع والذي يدافع عن المؤسسات والذي يدافع عن الجمهورية والذي يدافع عن المساواة هو حرب من أجل السلام. فرضت علينا هذه الحرب، إذا يعني انتهى هذا الانقلاب سينتهي الحرب. إذا ظلت الميليشيات هذه مسيطرة على بعض المحافظات وتفرض مشروعها بقوة السلاح، سيضطر أبناء الشعب اليمني للدفاع عن حقهم في الحياة وحقهم في الكرامة وحقهم في العيش وحقهم في الدولة التي يعني اختاروها، وهي الجمهورية والدولة الديمقراطية، الدولة المدنية العادلة. ال- 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 من بيده قرار السلم والحرب هو الحوثي ومن يتعاون معه. طيب يعني حتى من بيده هذه قناعة نهائية بالنسبة لكم؟ بالتأكيد لا يمكن أن نقبل، لا يمكن لأي حر ليمني حر أن يقبل بهذا المشروع، يعني من سابع المستحيلات أن يقبل بهذا المشروع. لا خيار أمام اليمنيين إلا بعودة الدولة وعودة المؤسسات، وأن يعيش اليمنيين متساويين أمام القانون. غير هذا الكلام، هذا المشروع الحوثي هو مشروع مهزوم اليوم أو غدا أو بعد غد. يعني نستطيع أن نقول من هذا أنه لا مؤشر للحل السياسي قريبا؟ أنا رأيي الشخصي من خلال معرفتي بهم، نتحاورنا احنا اليوم في أكثر من مكان، من العاصمة صنعاء إلى جنيف إلى أبيل إلى الكويت. لا يؤمنوا بالسلام ولا يؤمنوا بالحوار، يعني هو وجهة نظرهم حول الحوار أنهم يفرضوا رأيهم ويفرضوا مشروعهم، وهذا الكلام من سابع المستحيلات. هم يدركوا أن اليمنيين لا يمكن أن يقبلوا لا نحن ولا أبناءنا ولا أبناء أبناءنا بهذا المشروع. يعني طيب طالما هذه القناعة راسخة لديكم بأنه ربما الحلول السلمية ما زالت بعيدة وربما الحرب لن تضع أوزارها في القريب العاجل، الملف الإنساني يزداد تفاقما، هل لديكم تواصل مع التحالف العربي مع دول الجوار؟ مأساة ما يحصل يا أخي. الحرب نتائج الحرب هي هذا النتائج، نتائج كارثية. من اختار الحرب هو الحوثي والمنواله، من فرض على الناس الحرب سواء في الداخل او في الاقليم، من استدعى العالم من اجل التدخل في الشان اليمني مشروع الحوثي. كنا ما احنا يعني لسنا بحاجه لهذا المشروع، ولسنا بحاجه اننا ندخل في حروب وفي دمار. كم قتل من ابناء الشعب اليمني، كم ترملت من النساء، كم تهتموا من الاطفال نتيجه هذه النزعه ونتيجه هذا يعني الطيش ونتيجه هذا الجرم. لكن يعني ما فيش امام اليمنيين الان. اليمنيين هل اذا رضوا اليمنيين يعني بهذا المشروع ستستقر اليمن؟ بالتاكيد لن تستقر. لن يكون هناك استقرار الا بعوده الحياه الى وضعها الطبيعي، والحياه في وضعها الطبيعي الالتزام بالدستور، الالتزام بالجمهورية، الالتزام بالقانون، إنهاء هذا المشروع السلالي. يعني هل معقول أن أننا في القرن 21 وهذه السلالة تسيطر على الشعب اليمني بهذا الفكر المتخلف الذي يعني عفى عليها الزمن؟ نحن العالم الآن تجاوزنا بمراحل بآلاف السنين الضوئية، والناس لا يفكروا بهذا التفكير. لا يمكن القبول بهذا، ولا يمكن أن تستقر اليمن ولا الإقليم في وجود هذا المشروع. طيب إذا يعني أن هذه الحلول ما زالت بعيدة المنال، ربما أيضا العمليات العسكرية هذه التي تجري الآن في الساحل الغربي وفي نهم تحسم المعركة قريبا؟ أقول لك يعني من فرض الحرب هي الجماعة الحوثي، ما فيش أمامنا إلا أن ندافع عن أنفسنا. ستحسم المعركة في الحديدة بكل تأكيد. الآن القوات الشرعية على مشارف صنعاء وصرفت إلى أطراف أرحب، سنصل اليوم هذا، الأسبوع هذا، الأسبوع القادم، الشهر هذا، الشهر القادم، السنة هذه، السنة القادمة، وبالتأكيد هذا المشروع السلالي، المشروع المتخلف سينتهي وإلى الأبد. لكن من يقدر الفاتورة جماعة الحوثي. إذا جنحوا للسلم فبالتأكيد ستكون الفاتورة يعني الثمن قليل، لكن إذا استمروا في هذا التعنت ودفع أبناء الشعب اليمني إلى الاقتتال. الآن يعني لماذا يعني الكثير من أبناء الشعب اليمني دفعت بهم هذه الميليشيات إلى المحارق من دون أي نتيجة؟ يعني أشكرك الأستاذ عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات، أشكرك كنت معنا في هذا الحوار، شكرا لك.
وأشكركم مشاهدين الكرام أينما كنتم، ونعود إلى الزملاء في الدوحة. إليك محمد. شكرا جزيلا مراسل الجزيرة مباشر محمد القاضي وضيفك على هذه على هذا الحوار الذي قربنا كثيرا إلى المشهد اليمني وما يجري فيه حتى الآن. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النافذة. شكرا لكم، ابقوا مع الجزيرة مباشر. إلى اللقاء.